محمد شيف جمعت ورد. شكرا. عفوا. خذها من الطريق، خذها من الطريق. الأحكام كتبت لتنظيم العلاقات بين البشر، الجزء 50 من قاموس الشريعة. الجزء 50 قسمه الشيخ جميل بن خميس إلى 24 بابا، فيها من الترابط الواضح. فبدأ بأحكام النخل وحياضها وحريم الأشجار وحدودها، ومتى تتقاسم الشجرة مع الشجرة الأخرى، وما هي المسافة التي ممكن أن تتقاسم الشجرة مع، وذكر من هذه الأقوال أن الشجرة تتقاسم مع جارتها إذا كانت مسافة 16 ذراعا، أما ما عدا ذلك إن زادت المسافة فلكل شجرة في حدود الذراعين أو الثلاثة حسب نوع الأشجار. محمد هينك، محمد هينك، هاني هاني. في الجزء 50 تحدث الشيخ جميل أيضا عن أنواع الطرق، وما هو الطريق الجائز، وما هو الطريق القائد، وما هو الطريق التابع. الطريق الجائز هو الطريق الذي يجوز المكان، وهو ما يعرف اليوم بالطريق العام معنا. وأما الطريق التابع فهو الذي ينتهي إلى يعني المنازل، وكان كما يسمونه يموت في تلك المنازل، أي سكة تنتهي بمنزل معين أو بمزرعة معينة. والطريق القائد الذي يتصل بطريق جائز مثله، ثم بعد ذلك يواصل مسيره بالطريق الجائز الذي هو الطريق العام كما قلت. هد هد، فتح الباب، فتح الباب. في الجزء 50 تناول هذين الجزئين من أحكام الأشجار وأحكام الطرق وأنواعها وما فيها من وما يعني يسمونه الغماء على الطرق، وإذا كان أيضا يعني البناء المتلاصق وهو الذي تمثله المخططات السكنية في وقتنا الحالي. جاءت بضاعة جديدة لتوضع على أرفف الدكان. الوالد سليمان يستقبل الكثير من الزبائن اليوم. يبدو التعامل مع الزبائن الصغار أمرا سهلا، لكنه يجيد. Come on.
الجزء الحادي والخمسين هو مرتبط بالجزء الخمسين. تطرق الشيخ جميل في النصف الثاني من هذا الجزء إلى الإيجارات وما فيها من أحكام، وأخذ يعني 13 بابا في أنواع الإيجارات.